سألتني كردستان. سؤال بالحلقة يعني السابقة عن الدكتورة نزيهة الدليمي وعلاقتي وياها ما كملتها، فإذا تريد تفضلي. شلون كانت العلاقة؟ علاقة حزبية لو علاقة؟ لا، علاقة حزبية، وتعرفت عليها عن طريق العمل الحزبي والرابطي وإلى آخره. بعدين من قلت صارت الحملة على الحزب وإحنا خط الطالبات، وطلعنا صفح على تنظيم الطالبات وأهميتها بذاك الوقت، انتقلنا خط الطالبات إلى الخط النسائي، تنظيم النسائي للحزب. هذا بعد التخرج من الجامعة أو خلال الجامعة؟ أنا بعدني بالكلية سنة 70. زين. فصارت صلتي يعني أنا الدكتورة نزيهة هي اللي تقودني، صلة فردية. أروح لها للبيت لو مكان عملها. يعني مسؤولة حزبية بشكل فردي مو بتكليف حزبي؟ لا لا، بتكليف حزبي. بس ما نقدر نسوي اجتماعات بسبب الظرف يعني. زين. فأروح لها يعني توجهني وأنطيها المحاضر، ويعني محاضر الاجتماعات، محاضر الاجتماعات، وهي تعطيني التوجيهات وإلى آخره. لو أروح لهم للبيت. زين. أروح لبيتها، لو أروح لدائرة التفتيش، كانت تشتغل هناك طبيبة هي. ففي يوم في واحدة من اللقاءات كنت رايحة لها لدائرة التفتيش، أي دخلت زكية خليفة. أنا زكية خليفة أعرفها من 63. زين. لأن من طلعت من بغداد ملاحقة جت لسليمانية كانت بختفية ببيتنا. أي دخلت مرتبكة، والدكتورة يبدو ما كانت متوقعة يعني جيتها، فتبشبشوا بيناتهم. بيناتهم قالت الدكتورة طلعي بخشان أنت يمروع، طلعي وياها عود احكي لها ومخلص بالطريق. ده تقول لك ده تقولها تحكي لك احكي البخشان. فحكت لي كنا نسميها مخلص زكية خليفة، طيبة الذكر رائعة، كان هم لها تأثير. حكتك على شنو الموضوع كان؟ فالموضوع أنه قالت مخلص زكية خليفة أنه صار اعتقالات واسعة ووصلت إلى الكوادر العليا وصاير اعتراف على الدكتورة نزيهة. فبعد ما تلتقين ما تجين، ودكتورة بعد ما تداوم خلص من اليوم بتترك الدوام، إلى أن يوصلك خبر أنت هم ديري بالك. أخاف يوصل يعني مثل ما يقول الكلام الشرارة. زين. وأيضا نبهي التنظيم